بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خبز اليوم: كن أحد السبعة. كن أحد السبعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفي من خلقه وخليله، الأمانة بلا رسالة نصح الأمة، كشف الله به الأمة وأزال به الظلمة، وجعل في الله حق جهاده حتى تنظر اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميمين. معاشر الإخوة الكرام، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله ولا إلى ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات موسم وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بيمينه صدقة بيمينه أخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إخواني الكرام، إن لرحمة الله تعالى بعباده أن فتح لهم أبوابا عديدة للخير، أن فتح لهم أبوابا عديدة للخير، فهل من مقبل؟ فهل من مقبل على هذا الخير؟ فإياك أن تكون مفلسا، مغبونا، خاسرا، لا تستطيع في حياتك أن تلج أحد هذه الأبواب. هذا الخاسر أبو كثير في المال من هذه السبعة. الخاسر المفلس هو الذي ما وفق لأن يلج أو يترك أحد الأبواب. وهناك أهل الهمم العالية والعزائم القوية قد يلجون بابين أو ثلاثة أو سبعة، وما ذلك على الله العزيز. معاشر الفضلاء، عندما يقف الناس لرب العالمين وكي تكون الشمس أقرب لأحدهم أو لجميعهم من الميل، والرؤوس تغلي من شدة الحرارة، والعرق يلجم الناس من شدة الحياة، الناس يومئذ يغلبهم الحياة مما أفرطوا في مصائب ذنوب المعاصي، فمنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى صورتيه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجم العرق، ومنهم من يغطي العرق حياء يومئذ. في هذا الجو العصيب، في هذا الجو العصيب، أناس يتمتعون يتفيئون الضلال. أي ظل من هذا الذي يتفيئ هؤلاء الناس؟ هو ظل عرش الرحمن، هو ظل عرش الرحمن. وما ضيق الرحمن عز وجل واسعا بل أوسعا، ما قالش سيدي ربي لا حتى تجيبوا مصباع لولا غير وحده. اول راي لهؤلاء الناس امام عادل، امام عادل. الامام هو مظله العدل، فقد حاز القوه من اظافرها، فاذا اراد ان يكون في ظل عرش الرحمن فعليه ان يسوي بين رعيته، لا يفرق بين هذا ولا هذا، ولا يحامي هذا على هذا، يكون عنده الضعيف قويا حتى ياخذ له حقه، ويكون القوي
سجير إلى غير ذلك. فإذا الإمام وفق، فإذا وفق الإمام ليرفع حر الظلم على رعيته، رفع الله عز وجل عنه حر ذلك اليوم العظيم، فأظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. إمام عالم شاب نشأ في عبادة الله، إن لم تكن إماما فلا بد أنك مررت بهذه المرحلة مع الشباب، والخطاب موجه مباشرة للشباب. الشباب كذلك مريض القوة والشهوة، القوة عالمة، القوة عالمة بالغة، والعقل ضعيف والنور بسيط، لكن إذا وفق الشاب والتزم حدود ربه وسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف القبر والنار، وانتصر على حرارة الشهوة، شهوة عالية، لكنه آثر بعيد الله على ما بين يديه، فهو أعجبا للشباب اليوم. الشباب اليوم نحن اليوم في زمن كما أقول دائما صار فيه الحلم حيران، العاقل الشيخ الكبير يحار في هذا الزمان وفي فتنه، فكيف الشباب؟ لكن أيها الشاب ضع بين عينيك، ضع بين عينيك واصبع عينيك هذا الخير، إنك إن صبرت واحتسبت ونحيت نفسك عن مزاج الزنا واستقمت على الجادة فإن لك أجر عظيم، إنك تظل في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. فإن فاتتك هذه فلا تفتنك الأخرى، رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، وكأن قلبه أحد مصالح المساجد، فراه في معمله، في سوقه، في مدرسته، في عمله، كيفما كان، في جسده فقط، خدام، وإذا غير الجسد، أين القلب؟ القلب عند الأذان. فإذا سمع الله أكبر الله أكبر خرج وكأنه لا يعرفها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه معلق في المساجد وفي كل مكان وفي العقل قد تمشي، عندما يسمع الأذان يفر للأذان، هذا الذي قلبه معلق في المساجد يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فأتتك إمام العالم، فأتتك الشاب من شاب عبادة الله، بقي هذه عن كلمة والحمد لله ما زلت في الصحة. وإن فاتك ثلاثة فاختر لك صديقا على الدرب. هذا الصديق لا يجمعك لا يجمعنك به مال ولا نصارة ولا تجارة ولا مصلحة من مصالح الدنيا، فإن مصالح الدنيا هي زوال. اختر لك رفيقا يعينك على الطريق، إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك، يستر عيبك يدفعك إلى الخير، ولتكن هذه الصحبة لله وفي الله لا غير، ورجلان تحابا في النار اجتمع عليه وافترق عليه. قلت هذه ميزة اليوم، أغلب ما يتلقى عليه الناس اليوم من المصالح تراهم جسدا واحدا لا يختلفان، لكن إذا نشأ بينهم شيء
فسكسه التجاره او الى اخره يصبحون اعداء لله وعلمه. هؤلاء لا اجتمعوا على الله وافترقوا عليه. اختر لك رفيقا على الطريق ما اطول الطريق وما اكثر الحياه، وانت لا تستطيع ان تسير لوحدك فاختار لك ركبا يعينك. فاذا اجتمعت على الطريق وافترقت عليه، جيبي جيبك، قلب قلبك، عقلي عقلك، هذه المحبه هي فرع عن محبه الله ورسوله. الذي لا يحب الله لا يحب في الله. تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. امام عالي شاب نشا في عبده الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان اجتمع تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال جمعت المال والجمال وقال لما يجتمعون في امرأة، وقال فيها أنوثة تعتز بأنوثتها ولا تأكل بثدييها، فكيف إذا اجتمع لها الجمال والمال؟ لكن إذا قام وقعد ودعيت أيها الرجل بهذه المصيبة ونشرت قبالها وحبكت حيلها فارتفعت عن ذلك، تعال أيها الرجل، هل جمال وهل مال؟ لا لا، ما من رجل الا يحب الجمال والمال، ولكن لا، ان الله حرم هذا الا من طريق الحلال. التي الحلال التي الزواج محرم بها حرام لله. فكما انك ايها الرجل انتصرت واطفات لهيب الشهوه وانتصرت لله ورسوله وما انكبرت على هذا النزول، فان الله تعالى يوم القيامه يعوضك بظله يوم لا ظل الا ظله. وفق الله ان يظل بالخير والحي لا اله الا هو ادعوه مسلم مقيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صدقوا. ومن هؤلاء الصدقه رجل تصدق صدقه بيمينه اخفاها حتى لا تعلم شمال ما انفقت يمينه. هذا باب اخر للخير. فما استطعت ان تكون عادلا ولا شابا نشا في عباده الله، ولا قلبك معلق في المساجد، ولا احببت احدا في الله، وما دعيت من فساده فعرضت عن ذلك، تصدق. والصدقه مطلقه ما عينها الله عز وجل ورسوله، صدقه مطلقه قد تكون شيئا قليلا. لا تحقرن جارك جارتها ولو بفرس نشاة، صدق باللي كان. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحقرش المرايه تعطيش حاجه الجواليه لا، وخا مخطي غير واحد كريع يدابه صغيره ما في والو لحم والو، ولكن اكثرت المرض واعطت جارتها. فإذا قصرت بذلك وجه الله تعالى وكان في الخفاء لعلها تربح بذلك الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق الرجل بشق تمرة، ما تحكمش الصدقة غير حاول يكون توجه ديك صدقة، بغينا وجه الله، بغينا وجه الله، هذا هو المهم. تكون قليلة ولا كثيرة ماشي مهم. إذا تصدق الرجل بشق تمرة، بالتمر، من مال طيب للحلال يربيه الله عز وجل له كما يربي أحدكم فلوة. هذه الشق هي التمرة، تزيها وقت يربيها للنمو، ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات صدقة كما يربي احدكم
فلو كما كيردوا عليكم احد المهم عدد الحصان الصغير هو كيضرب واحد اللي كيجيب الملايين. كما يربي احدهم فلوه فيجدها يوم القيامه كجبل احد، فيجدها يوم القيامه كجبل احد. شنو يعني الصبر؟ لكن قلنا لقبول علماء الصدقه شرطان: ان تكون من حلال وان تكون خصيه، ما تبقاش بها تخش بها الرياء او كذا. ورجل تصدق بصدقه اخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما انفقت يمينه، العمل اذا كان سرا هو ادعى الى الاخلاص، ما في عمل سرا. فاذا اخلصت في صدقاتك وقصدت بذلك وجه الله الكريم فان هذه الصدقه قد تنفع يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من صدقه الناس. ورجل ذكر الله خاليا فطابت عينه، وهذه هذه ذكر الله، ذكر حلمه وفضله وصبره على العصر. هذا هو مدرج العصر. قرب سبحانه وتعالى صبور، صبر عليه، حليم، يحلم عليه، لعله يرجع، لعله يرجع، لعله يرجع. تذكر حلم الله وصبره عليك، وتذكر عظم ذنبه ويدرك منه خلاء لا تجمع، فيسر القلب وتدمع العين ويتجه العبد الى الله تعالى بالتضرع والدعاء. كل العيون يوم القيامة باقية، كل العيون يوم القيامة باقية إلا عين بدت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غبت عن محارمه. اخواني الكرام، خاليا محبب راى عمر رضي الله عنه رجلا يبكي في مسجد، شوقي يبكي في المسجد، قال لو كان هذا في بيتك كان احسن، لو كان هذا في بيتك كان احسن. اخواني الكرام، هذه سبعه ابواب كلها ان شاء الله تفضي الى ظل عشر احمام. إياك كما قلت في بداية الخطبة أن تكون مغبونا وأن تكون مفلسا وأن تكون خاسرا، لم تحصد ولا واحدة، لم تدخل ولو بالباب، فالأبواب مشرعة إلى يوم القيامة. فالباب الباب، وصلوا وسلموا على بشير النذير السراج المنير صاحب الروح الأنور والجليل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وصلى الله على الصحابه اجمعين والخلفاء الراشدين الى ابي بكر وعثمان وعلي وضعنا معكم. اللهم صل دينكم وكتابك وسنه نبيك وعلمك الصالحين. اللهم صل امير البلاد ولينا محمد السادس والصمت عزه الدين. اللهم اعين الامير فار الخير فار الخير تعينه على امر الدين والقيام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين من ذنب ولد وخلوا عليه. اخواني الكرام، بعد صلاه ان شاء الله مباشره ستعلن امراه اجنبيه اسلامها في هذا المسجد العالم. وكما نقول دائما ان الله تعالى مظهر دينه. المؤامره والاموال التي تنفق لاخماد الدين وقتله تعود على اصحابه الولايات. ها الغرب يرمي لنا بفلاذة إقبالهم على الدول، وتقول التقارير الصحيحة أن 30,000 أوروبي تدخل للإسلام كل سنة، وهذا فتح من الله، والله سبحانه وتعالى قادم على رسولهم سبحانه وتعالى. الله يوفقنا ويكرمكم خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.